هادشي اللي عاودتي راه ما كيدخلش للعقل. واش انت متاكد من هادشي اللي كتقول؟ انا مازال ما دخلش ليا كاع راسي. ولكن ما تخافش انا معاك. عرفتي اش غنديرو؟ غنمشيو للسبيطار اللي تولدتي فيه وغنسولو على كاع المواليد اللي تزادو في داك النهار وفي داك الساعه. غتكون هادي اول باب ندقوها. صعيب نلقاو شي حاجه بعد هاد السنين كامله. صعيب نوصل لوالدي الا كانوا بصح. يحيى دير فيا الثقه. انا تعلمت واحد الحاجه مهمه في البوليس، راه ما كاينش المستحيل. وفي هاد الجزئيات نقدروا نلقاو دليل الادانه ولا البراءه ديال الشخص. نتمنى. اسمح لي برصتك معايا، خاصك تعرف واحد الحاجه. اول واحد فكرت فيه راه انت. يحيى انت اخويا، ومن اليوم قضيتك هي قضيتي. دير فيها الثقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أنا. الله يخليك، كنسول على واحد السيدة سميتها كلثوم وعندها بنت بالضبط ما بقيتش عاقل على سميتها. قالوا لي ساكنة هنا. ديك هذه هي الزنقة 39. هذه هي 39. لكن ماشي وحدة حمرانية. واقيلا حيت ختها اللي صيفطتني عندها حتى هي حمرانية. إذا كانت هذه في بالي شوف هذيك الدار اللي مطرفانية. هذه اللي في الدورة؟ ها اللي قال لي في الدورة. الله يجازيك بخير أسيدي. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون؟ انا من طرف اختك السعديه.